كابتن ماهر، لا صوت يعلو فوق صوت منتخبنا الوطني. انا قلت كلمه يعني دايما بقولها، انه كان مباراه موزمبيق دي محدش ما اتلعبتش، كان احنا لسه جايين من مصر واخدنا معسكر اسبوع، ها، ومنتظرين المباراه الاولى يوم الخميس خميس مع غانا، ولعبنا مباراه وديه مع موزمبيق تعادلنا فيها 2-2، وبننتظر اولى المباريات الرسميه يوم الخميس. ايه رايك في السيناريو ده؟ جميل والله يا اسلام، سيناريو جميل يعني، ان شاء الله يا رب باذن الله، لانه خلاص ما قدامكش غير الست نقاط. بالظبط كده، بالظبط كده، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان السيناريو ده فعلا يعني يوم الخميس يكون بالايجابي لمنتخب مصر. عايز اقول لك يا اسلام، من بدايه الدوره احنا اليوم الثاني اليوم الثالث الثالث حد 2-3 ظاهره المنتخبات الغير مصنفه. سبحان الله. هو ما انا حسميت الحلقه النهارده هو فيه ايه؟ سواء بالنسبه للتحكيم وهتكلم حضرتك عنه دلوقتي، وحاولوا تجيبوا لنا يا جماعه كابتن ناصر عباس برضو نتكلم معاه عن التحكيم ودور التحكيم المصري في هذه البطوله برضو حاجه رائعه، هتكلم مع حضرتك عنه. لكن بما ان حضرتك فتحت انه هو فيه ايه يا جماعه؟ كل مصر تتعادل، الجزائر تتعادل، الكاميرون يتعادل، كذا يتعادل، والاسماء اللي هنتكلم عليها، المنتخبات اللي هنتكلم عليها كابتن اسلام، منتخبات يعني متوسطه وغير مصنفه، لكن سبحان الله احرجت الكبار اللي احنا بنتكلم عليهم، الثمانيه الكبار اللي احنا بنقول ان هم اقرب ناس للبطوله، منتخبات قويه، منهم طبعا الرباعي بتاع شمال افريقيا، مصر وتونس والجزائر والمغرب. النهارده ثلاث فرق منهم في الجوله الاولى ما ادتناش الطمانينه او الثقه ان احنا يعني من احنا بنقول ان الرباعي بشمال افريقيا ده منهم الاربعه المترشحين، لكن احنا بنقول لسه ما شفناش المغرب كمان بكره. لكن اسماء غريبه جدا كابتن اسلام، موزمبيق، الراس الاخضر، غينيا بيساو، انجولا، بوركينا فاسو، موريتانيا، ناميبيا، يعني اسماء بصراحه ظهرت بشكل ملفت جدا، والشكل والاداء اللي بيلعبوا بيه بيعتمد رقم واحد على الروح القتاليه العاليه، وده اللي مخليهم بداوا يتفوقوا في الجوله الاولى، الروح القتاليه العاليه اللي هي سمه الفرق دي. كابتن تفتكر انه الجو الرطوبه مؤثره على الاربع منتخبات جنوب افريقيا او الثلاث منتخبات شمال افريقيا حتى الان؟ وبكره هيبقى المغرب. على جانب الاخر لما تيجي تلاقي معظم الفرق المنتخبات اللي لعبت بشكل جيد زي ما حضرتك بتقول هي منتخبات متعوده على هذا الطقس. انا لا اضع مبرر والله بجد، ولكن حضرتك رحت لعبت في كوت ديفوار وانا لعبت في كوت ديفوار، والكثير يعلم انه اثيوبيا وكينيا وكوت ديفوار هذه الثلاث بلاد دول بالنسبه للتنفس واللعب كره القدم صعبين جدا. واثيوبيا معاها، انا بقول اثيوبيا وكينيا وكوت ديفوار. موضوع الرطوبه ده فعلا مقلق ومتعب بشكل كبير جدا اسلام، لكن يعني ساعات الناس تقول لك ايه يعني، دي كانت حاجه ايامكم انتوا بقى، ايام جيل السبعينات والسفر اللي كان بوقت طويل، والتغذيه ما كانتش موجوده، الفنادق كانت صعبه، الاكل كان اصعب، الملاعب كمان كانت مشكله بالنسبه لنا، فكنا بنعاني بشكل كبير يعني. ما كانتش حجج ان احنا لما بنخفق كابتن اسلام في بطوله زي كده، ما كانتش حجج ان احنا نحط نقول الكلام ده، لكن دي كانت حقيقه. لكن دلوقتي الامور يمكن اتحسنت شويه. انا معاك، الرطوبه مقلقه جدا في حته كميه الجري والمجهود المبذول بالنسبه للاعيبه كره القدم، وخصوصا شمال افريقيا اللي احنا مش متعودين على الرطوبه العاليه بهذا الشكل. صحيح. لكن قدرنا بقى، هنعمل ايه؟ قدرنا لازم عشان يعني نتغاضى عن الجزئيه دي يا كابتن اسلام، لازم رقم واحد زي ما اقول احترام كبير جدا للفرقه دي، رقم اتنين لازم يبقى في قلب بلغه الكوره، يبقى في اصرار، يبقى في دوافع، واحنا قلنا الدوافع الحمد لله لمنتخب مصر، احنا كنا مساندين لمنتخب مصر من بدايه سياده الرئيس في زيارته ليهم، ثم وزير الشباب والرياضه، ثم طبعا جماهير مصر ال 110 و115 مليون مصري في ظهر منتخبنا القومي.